مساء الخير وين ما كنتم، مرحبا بكم في جو راديو ساعة راهي الوحدة كل عدو العوايد. نبداو السمانة تاعنا بحوار في ليميسيون تاعنا تاع الانترفيو، مي هاد الخطرة راح نلبس اون بافيت. وعلاش نلبس اون بافيت؟ لأنه على ما يبدو فيه موجة ثانية تاع فيروس كورونا، دونك الواحد ياخذ حذره. ومادام رانا نخدموا في استوديو رانا نحترموا القواعد الصحية، فالمنشط يلبس بافيت، لكن معليش الضيف ما يلبسش اون بافيت، لانه رانا بعد ديجا ونلبس اون بافيت. اليوم حبينا نديروا موضوع مشاهدينا مستمعينا حول اشكاليات الكبيره واشكاليات العماره والعمران في الجزائر. عارفين بانه اليوم الجزائر عندها مشكل كبير في التهيئه العمرانيه، عندها مشكل كبير في تهيئه الاقليم، عندها مشكل كبير في الهندسة بكل بساطة في ما يخص المدن تاعنا والطبيعة العمرانية تاع المدن والقرى تاعنا والولايات تاعنا. فجتنا الفكرة باش أنه نستضيف صاحب صفحة المعماري واللي هو مهندس، السيد رضوان بن مبارك اللي جانا من عند فلا. ايه مرحبا بك. يعطيك الصحه اخويا يونس على الاستضافه. واش راك رضوان؟ والله الحمد لله، انتم لاباس؟ والله غير الحمد لله، الحمد لله بخير. طالعنا على صفحه المعماري تقريبا، هي من بين صفحات اللي تهتم بالمعمار في الجزائر. ربما هذا موضوع اللي نتجاهله لكن مهم بزاف، لانه يعنينا بالدرجه الاولى في حياتنا اليوميه. رانا نعيشوا في مدن، رانا نعيشوا في قرى، والتهيئه تاع المدن تاعنا مهمة. للأسف هناك تشويه كبير للعمارة والمعمار في الجزائر. الهندسة المعمارية في الجزائر أصبحت هجينة، ما عندها حتى الشكل، الجميع يبني كما يحب، وبالتالي عندنا اوني دوفون دي سيتي غيتو، لي سي دي سيتي دورتوار، فيلا ما بقات فيلا، بطيمة ما بقات بطيمة، دار قديمة ما بقات دار قديمة. المهم احنا حابين نفتحوا معك الموضوع هذا، لكن في البدايه رضوان بن مبارك، المهندس رضوان بن مبارك، وعلاش فكره المعماري؟ اولا نعودها شكرا على الاستضافه. كونسيرنون لا باج المعماري، كيفاش جات الفكره؟ جات اولا بعد ما دخلت من العمل من السنغال، كانت عندي بتيت اكسبيريونس في مجال الهندسه المعماريه. نعم. وين جي روماركي بلي ميم في لافريك، كيما نسموها لافريك نوار، كان كاين دي تكنيك دي اوربانيزاسيون محترمين بزاف الهندسه المعماريه. المهندس المعماري القيمه تاعو عنده دور كبير بالاحرى في السنغال وفي بلدان العالم. بالتالي جات الفكره هنا في الجزائر باش نلقي الضوء على الهندسه المعماريه اللي اون بو دير ايتي نيجليجي ودي ليسي في اون بارتي من الحياه تاع المهندس المعماري ولا المدينه. هضرنا اون جينيرال. دونك ليدي جات بور دي زوبجيكتيف بيان بريسي، واللي هو باش نتحدثوا على اشكاليات والمشاكل تاع الهندسه المعماريه في الجزائر، لانه لاحظت باللي قليل يتحدث في هذا المجال، رغم انه هذا المجال سي ان دومين تري تري امبورطون، داخل حتى في الحياه اليوميه تاع كل مواطنين، ماشي غير المهندس المعماري ولا الطبيب ولا سي. الهندسه المعماريه نعيشوا معها كل يوم وعبر اجيال، وسي دي سيفيليزاسيون اللي راهم من قبل جايين. دونك سي ان دومين تري تري امبورطون اللي لازم توشيوه. هذا ان دي زوبجيكتيف. لو دوزيام اوبجيكتيف سي كو نبينوا على بالي بلي كاين كفاءات في الجزائر، كاين دكاتره دي بروفيسور ما شاء الله، اللي حبينا نعطوا لهم المجال ونفتحوا لهم المجال معنا في الصفحه باش يعطونا ارائهم، نلقاو معاهم حلول لبعض المشاكل الهندسيه. بعض هذا هدف ثاني. الهدف الثالث اللي كريت على جالو الصفحه هو في بور كوتي بيرمو اكاديميك على لي ستوديون تاع الاركيتكتور، وين سميت الصفحه المعماري والسلوغون سوا ديزون سيتي العماره بالدرجه الجزائريه، لانه على بالنا باللي في الجامعه الجزائريه تلقاو كل ما هو اكاديمي على لي ريغل دو باز، لي تكنيك دو كونستركسيون اكسيتيرا، مي ابري في لافي بروفيسيونيل ما كاش ليزون ما بين لافي ايتيديونت ولا في بروفيسيونيل. دونك حبينا نقربوا الفكره اون طونك بروفيسيونيل، صافي براتيكمون اون بتيت اكسبيريونس دو بريسك 6 ans في هذا الدومين، ونزيدو نبازيو على نو بروفيسور ونو نو دوكتور باش نمدو لهم اون ايدي على الاركيتكتور اون جينيرال، واش لازم فيها لي نوفوتي لي ميز اجور لي راهم يصراو في الهندسه المعماريه، لا تكنولوجي، الاركيتكتور بيوكليماتيك، لا ديورابيليتي. هادو سي دي نوسيون اللي ما شفناهمش في لافريك. طيب رضوان بن مبارك، مع التلوث البصري والعنف، نسميه العنف البصري اللي راه واقع في المدن تاعنا،
يكفي فقط أن الواحد يخرج يطلع راسه برك في السماء يشوف تقريبا شكل البنايات، بنايات بشعة جدا. اللهم بعض الأحياء اللي ربما الواحد يصر لما يكون فيها، الباقي رانا في 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 سيرك كبير تاع 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 معمار مشوه. ف خليني نقول لك انتم كمهندسين وعلاش ما عندكمش وجود في الحياة العامة تاع المعمار في الجزائر؟ عارف بأنه المهندسين ربما الناس قاعد تخدم تقريبا الغالبية يخدموا عند رواحهم، عندهم مكاتب دراسات، لكن المهندسين في الجزائر ما عندهمش وجود في الحياة العامة، ما كانش اللمسة تاعهم في المعمار الجزائري. دونك avant de répondre à la question si c'est possible. Donc concernant les architectes, il y a deux types de enfin d'architectes que nous nous لقاهم. Il y a l'architecte libéral qui يخدم وحده وعنده البيرو ديتو تاعو، و كاين les architectes les ils choisissent le domaine تاع le suivi وين يخدموا le suivi de construction. و كاين d'autres types d'architectes qui ils روحوا vers le management، ça veut dire تلقاهم في les ministères، les directions الى اخره، par exemple بلديه تلقى service technique الى اخره. دونك هادو ثلاثه تختلف المهام من واحد لواحد. دونك الاول الارشيتكت ليبرال، دونك ما نجموش نلوموه 100% باسكو هو il fait les études تاع les projets اللي صادير اللي يدخل فيهم في دي سوميسيون اللي يكونوا موجودين عن طريق وزاره البناء ولا حتى بور دي بارتيكولي. فوالا اكزاكتومون. دونك كونسيرنو لا فيل صادير هو ما عندوش انتري غرون رول بارابور لا فيل، مي بوكو بلوس لا فيل راح تكون في الكوتي تاع ماناجمنت، كوتي تاع لي متر دوفراج، لي ميتريس دوفراج، لي مينيستير الى اخره. دونك سي اون كيسيون دو فيزيون اي دو بلانيفيكاسيون. دونك حنا في الجزائر، نهضر على الجزائر ونديروا ميتيت كومباريزون مع شويه مع الخارج. دونك في الخارج تلقى باريزون في لي زاني 70 كانوا يديروا لي بريفيزيون لي بلانيفيكاسيون تاع لي فيل تاعهم ا 2020 2015 الى اخره. وهنايا في كل حقنا في لي 2020، دونك تلقاه يشوف لا بلانيفيكاسيون لا بريفيزيون تاعو في لي فيل تاعو اون 2050 فوالا 50 ans 30 ans الى اخره. واش كاس كيل بون انجيكتي في لي فيل تاعهم، واش هما لي بروبليم اللي لقاوهم في لي فيل تاعهم باش يريغليوهم، كيفاش on va créer des villes qui respectent la nature. Qui fait les villes هذو on va injecter معهم la technologie اللي راح تزيد تدخل في le confort تاع l'usager. Donc هذو الامور اللي احنا في الجزائر وللاسف ما نقولوش من عدمه، ولكن بالك مازلنا نخدموا عليها، مي حد الساعه مازال ما لحقناش الريزلت فيابل. دونك احنا في الجزائر بار اكزومبل لي زيتود اوربانيستيك، قليل وين تسمع ان زيتود اوربانيستيك تاع اون فيل كي بور رياليزي ان بروجي نورمالمون نيمبورت كال بروجي ولا ان غران ايكيبمون في نيمبورت كال فيل، لازم تدخل اون ايتود اوربانيستيك تاع لا فيل تاعك، تعرف لا فيل تاعك كونت اسك الاي تي كريي، تبدا لو نوايو سنترال. سي لوربانيزم سي اون فيلوزوفي، تعرف لو نوايو هيستوريك تاعك، شكون كيفاش سكنوا فيه مع الاول، واش كانوا الناس تخمم في هذيك لا فيل، ومن بعد تروح لي زيكستونسيون كيفاش راهي تكبر لا فيل، عندك اون ترام اللي تسوي فيها في لوربانيزم. دونك حنايا اذا كانت كاينه اللي رانا نشاهدوها حنا كاين الريبتور توتال ما بين لو تيسيو اونسيان ولو تيسيو مودرن، وللاسف نلقاو دائما لو تيسيو اونسيان سي بوكو بلو ستركتوري بارابور لو تيسيو سي بوكو بلو بو بارفو. فوالا سي بوكو بلو بو سي بوكو بلو ستركتوري بارابور لي تيسيو كونتمبورين سي جو بدير. هنا ترجع ثاني للعقليه تاع المواطن، ما نلوموش غير الكوتي تاع قرارات الى اخره، لكن حنا نروحوا للجانب المواطن. تشوف بعض الاحيان دي بتيت فيل اللي تكريا وجور ماشي فوضويا، وانما الناس تروح تشري تيران، تروح دير يعني لو فينومون تاع تعاونيات الكوبيرات. اكزاكتومون. دونك هنا نرجعوا لثان ان بوان تري امبورطون اللي هو المهندس المعماري ما ولاش عنده قيمه في الجزائر. الشخص ولا المواطن كي يروح يبني ما يروحش المهندس المعماري، ما يديش للتوصيات. اكزاكتومون. وهذا شيء خطير وخطير جدا، وهو بارمي لي 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 كوز برينسيبال لي شوهت المدينه. طبعا تلقى نعطيك اكزومبل، تلقى يدير لك ريتشوسي بلس 2 وعنده من برا مخليها بريك. دونك هنايا يفو بوزي لا كيسيون. انا خليني باش نروحوا لهذ المشاكل وحده بوحده. مثلا بالك العدو اللدود تاع هذا في رايه وصح لي داني غلط، العدو اللدود تاع العمران في الجزائر هما لي كوبيراتيف تعاونيات اللي تم انشائهم في السابق في التسعينيات
لسبب أو لآخر لأنه كانت في حاجة أن المواطنين لازم يسكنوا لازم يتوسعوا، لكن التعاونيات أصبحت وكأنها مناطق مستقلة dans le sens وين une coopérative الطريق فيها ضيقة les villas soit disant des villas لاصقين مع بعضهم مع الاكستنسيون اوربان ومع الانفجار السكاني. اليوم انا نشوفوا العواقب من ناحيه لا سيركولاسيون من ناحيه الاكتظاظ من ناحيه الكريم ثاني باش ناحيه الكريم اكزاكتومون. دونك اليوم وعلاش المهندسين اللي ما قلت اللي قلت عليهم قبيل اللي كانوا مثلا في البلديات كانوا وعلاش ما كانش عندهم دور باش انهم يمنعوا هذه الاخطاء الفادحه في العمارات. دونك في هذا لو بوين صحيح واش قلت 100% في لي كوبيراتيف هادو صراو بوكو دو بروبليم بيناتهم لي كريم بيناتهم لو نون ريسبي تاع لي لوا ولي ريغل دوربانيزم اللي ينص عليهم القانون الجزائري. مي دوكا جور باش تريغلي هادو لي بروبليم دوك الفوا فوار دي ديسيزيون فيرم. كيفاش نقولوا دي ديسيزيون نريبو. دونك نعطيك مثال دوك انت عندك ان كارتي وين فيه نعطي ان بتيت اكزومبل لو فيزافي Oui. Le vis-à-vis, il y a des normes. Oui. Donc, il y a une certaine distance à respecter ma bine ou bine jarak pour garder avec l'intimité. Oui. Donc, quand tu as trouvé les cités, tu as le tariq qui est à 2,50 m, ma bine l'ouverture ta ou l'ouverture ta jarak ou 3 m. Oui. Donc, y a, comment régler ce problème qui est déjà réalisé? Justement, c'est donc, comment régler le problème? Voilà. Il y a donc une étude bien ficelée de la part des les ingénieurs, les architectes. Bon, il y a un peu. هي انا شخصيا oui. مع طرح تاع تريب وتسيي تلقى له ان اوتر بوين اذا حبينا ريغليو لا فيل باسكو علاش بهذو لو نون ريسبي دي لوا ما تنجمش تريغلي اون شوز ديجا ماهيش ريسبكتي من الاول. دونك ديجا لو ديبار تاعها ايتي فو. دونك كيفاش تلقى لا سوليسيون في ان ديبار فو سي 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 با فاسيل باش ماشي سهله لانه سا دوموند امكانيات واحد اخرى تعويض ربما للناس باش انك مثلا كان دي كوباسيون لي سيتي هنا في الجي تلقاها كتله سكنيه وفيها داخل لي زيكول بريفي فيها ما كاينش ناس وين تستاسيوني وناس عايشه في بعضها التم ابري انت تشوف فينالمون المشكل الاساسي انه تم توزيع قطع ارضيه بشكل بالك ربما مرات غير قانوني وبدون احترام اراء المهندسين. صحيح. الحلول اليوم اصبحت مستعصيه. صحيح بارك. صحيح. وهنا وين لحقنا لهذا النقطه اللي نجمو نسميوها نقطه سوداء في المدينه الجزائريه. انه لحقنا لواحد لو بوين وين ما نجمناش نصيبو دي سوليسيون. هنا جو بونس لا سوليسيون الوحيده هي التوعيه. انه تدير توعيه للشعب اللي قبل ما دير نيمبورت كيل كونستركسيون لازم تروح للانسان المختص في المجال. الانسان المختص في المجال كون تروح تشاوره وتدي الاراء تاعو ما راحش ما اوبليطار ما راح يكونوا هذو لي سيتي غيتو سي جو دي. دونك اذا الشعب ما توعاش وما ولاش والمكانه تاع المهندس المعماري ما رجعتش كما سابق عادها من المستحيلات السبعه انه الشكل العمراني في الجزائر راح يتسكر. أرضوان هل فيه لمسه جزائريه في المعمار؟ ما هي اللمسه الجزائريه؟ هذا سؤال اللي طرحته كثيرا عبر الصفحه. أيوة. واللمسه الجزائريه هذه مازال سؤال مطروح لحد الساعه. هي سيبري خصوصيات. فيه خصوصيات بطبيعه الحال. كي تجي تشوف عندنا بليزيور ستيل اركيتكتورال هنا في الجزائر. وي باغ اكزومبل عندك المزاب تاع غردايه لا فيل دو مزاب. عندك القصور باغ اكزومبل قصور تاع قناه صاف بشار. قصور تاع اضرار في تيميمون. اضرار لي ميزون كابي لي ميزون شاوي اكسيتيرا. مي سا ريست افوار لا توش الجيريان وين راهي لا توش الجيريان. دونك اسكو رحنا درنا اون ايفوليسيون باغ اكزومبل لا ميزون كابيل اون با في اون ايفوليسيون لا ميزون كابيل اللي تماشى مع العصر. دونك انا في 2020 ما نجمش نعيش في لا ميزون كابيل اللي كانوا يعيشوا فيها اون 1800 مالغري كو سي اون ايدونتيتي اللي ما نجمش نخليوها ولا لا ميزون شاوي. نعطيك مثال كاين دوار بزاف باش الجمع تاع الدوار دواور فوالا دواور في الشرق. كي تدخل كانت عندهم يافي با دي لوا دوربانيزم مي كان عندهم بالك قوانين داخليه بيناتهم. تلقى لي ميزون كومون اي سون ريبارتي كيفاش دايرين حوش ما بين النساء وين يتلاقاو الرجال وين يتلاقاو على برا. دونك كي تجي داخل لا سيتي كاين دي زامباس سبيسيال للرجال وين يلحق لدارو سون باسي بار لي زيسباس تاع النساء. دونك كاين دي زيسباس وين حاطينهم وين مدورين جوست حدا الواد باش النساء يخرجوا سبيسيالمون للواد هذاك ما كانش اللي يشوفهم. دونك وين باش يغسلوا حوايج اكسيتيرا.
Donc, c'est l'identité algérienne. Exactement. Là, on la voit plus. On la voit plus. Mais aujourd'hui, en 2020, par exemple, la mode de le manzil, تاع منطقة القبائل ولا منزل تاع منطقة الشاوية ولا حتى المنزل تاع منطقة بني مزاب ولا حتى في النماذج تاع السواحل يعني اللي نحكو على لي كاسبا يعني كاسبا تاع دلس كاسبا تاع هنا في الجي دونك دونك وعلاش اموندوني انا با ديفلوبي لانه عندنا كفاءات في الهندسة انا با ديفلوبي هاد النماذج التقليدية لانه مستحيل اليوم نعاودو مثلا نعيشوا في 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 نماذج تاع السكنات كما تاع القرن 18 ولا 19 لكن وعلاش اسكو ديجا اسكو سي بوسيبل دو 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 ريادابتي سي موديل اليوم باش يكونوا نماذج جزائريه خالصه ولا نو اون دو تو سامبلومون سو سوماتر على على ليفولوشن انترناسيونال ونمشوا على حسب واش راهو يملى من الخارج هي كنا هضروا لوجيكمون دونك لي طري لي فور بوسيبل باش لي ميزون تاعنا ولي ايدنتيتي تاعنا نديروها اون ايفولوسيون ونعيشوا في الطابع الجزائري خالص 100% ما نحتاجوش صعيب هي صعيبه مي سي فيزابل سي رياليزابل مي لا كيسيون كي سو بوز كيفاش نلحقوا باش نديفلوبيو هذو لي ايدنتيتي تاعنا دونك هنا كيفاش تلحق لازم لك دي زيتود لازم لك دي اكسبير لازم لك دي دكتور اون باتريمون دي دكتور اون في الاوربانيزم دي دكتور باغ اكزومبل في لابيتا ساريا في الصفحه وين ني فاتح صفحه تاع المعماري اللي فيها بيل بليزيور دكتور ومشكورين على 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 الاستجابه وين طرقنا لهذو الامور وين كل دكاتره كانوا كيفاش نقولوا مجتمعين على فكره انه نقدروا ولكن لازمنا ايتود وهذه ليتود باش نديروها لازم لها دي موايا وهذو لي موايا باش نجيبوهم لازم الناس والسلطات المعنيه بهذا الامور باغ اكزومبل وزاره الثقافه وزاره السكن والعمره الى اخره الكري اون سيلول في الكوتي تاع الباتريمون وين هي تتكفل بهذو المناطق ولا المدن القديمه تاعنا باش ابري ليتود هذه راح نلقاو لي سوليسيون كومون ريغلي سو بروبليم مي انت سون ليتود سون ريان دو تو تحب دير ليفوليسيون امبوسيبل دير ليفوليسيون نعطيك مثال تروح نعطيك مثال لا ماليزي ولا سنغافور ولا سي ان تيب تاع لي لوجمون تاعهم كي اون ايتي ديفلوبي من الموروث تاعهم اون ايتي ديفلوبي دخلوا في المونديالايزاسيون دخلوا في الاركيتكتور كونتمبورين مي تلقى يعني دائما لا توش تاعهم تاع لي اندونيسيان لي ماليزيان لي سنغافوريان لي شينوا الى اخره دونك حنا في الجزائر باش تقولي ما نقدروش نقدروا كاين كفاءات وما نساوش انه رضوان بانه صحيح انه الدراسه تحتاج وقت وتحتاج امكانيات لكن الارض الواقع في ارض الواقع هناك احتياج كبير وكاين حاجه كبيره للسكن والاسكان بيان سور ولازم تبنى بنايات ولازم تكون فيها مشاريع سكنيه صحيح. والواجد واسرع نماذج اللي كاينه هي كاين نماذج صينيه مثلا يجيب لك مشروع كاريمون تاع نوفال فيل كيما نوفال فيل تاع سيدي عبد الله ولا بوينان هنا في العاصمه و لا غالب باسكو تقدر تطلع لك اون فيل في 3 سنين 4 سنين 10000 20000 40000 لوجمون اي سا ريغل ان غران بروبليم بور بوك يعني هذه من انا نسميها حلول عاجله بين الحلول العاجله بين الحلول العاجله لكن انت تقترح بانه في نفس الوقت لازم تقلع دراسات اكزاكتومون تقلع دراسات لانه يجي نهار مثلا وين نقدروا نديروا نماذج تاع مدن جزائريه خالصه بمعمار جميل صحيح دونك اون بارلون دي نوفيل فيل الى اخره لازم ما ننساوش بلي الجزائر دخلت في ازمه تاع سكن صافي دي زاني ومازال ما خرجناش من الازمه parmi les solutions les c'est vrai on peut dire c'est des solutions réelles c'est hadou les nouvelles villes les nouvelles cités avec des coffrages tunnels des coffrages en aluminium qui font la rapidité تاع la construction هذا سي سور هذا حل من الحلول لكن باش نبقاو دائما لاصقين في كوتي تاع عندنا ازمه عندنا ازمه مي اون باراليل لازم نسيو نخرجوا من الازمه exactement دونك ما نبقاوش شادين دائما في هذاك لو تيرم تاع اوني دون لا كريز دونك سي فري اوني رانا في لا كريز حاجه فو با لا نيي مي اون باراليل لازم نديروا دي زيتود نسيو نخرجوا المنتوج الجزائري نسيو نخرجوا المدن الجزائريه الخالصه 100% كاين شركات جزائريه اللي تنجم تدير لك رياليزاسيون سي بالا كاين شركات اللي احسن من الاجانب سي فري كل الاجانب عندهم اون غروند اكسبيريونس احنا بالك مازال ما لحقناش لهذيك الاكسبيريونس اللي لحقوها هما مي الفياندرا لو جور ويلحقوا حنايا مي باش تلحق لازم اون باراليل لازم تخدم على روحك ما تستناش كلش من الخارج اكزاكتومون دونك هذه سي تري امبورطون نروحوا لو بوين تاع الكفاءه الجزائريه قادره تقود دراسات من هذا النوع
كاينين كفاءات جزائريه ونعطيك بعض الامثله اذا ان امكن. كاين بعض الدكاتره اللي راح نسيتيهم دوكا اللي جازوا معنا في صفحه المعماري. كاين البروفيسور معزوز من ولايه ام بواقي متخصص في الاوربانيزم. كاين البروفيسور علقمه جمال اللي معروف ثاني في جامعه باتنا معروف وكان يقري في بسكرا ومعروف جدا في الوطن العربي. كاين الاستاذ بن حموش الدكتور الاستاذ بن حموش اللي كان يقريني في جامعه البليده متخصص في العماره الاسلاميه والعماره اون جينيرال. كاين اوسي لو بروفيسور سي ان الجيريان اللي عايش في بريطانيا وراه سي لو ديريكتور دو سكول اوف اركيتكتشر اند سيتيز ان لندن. دونك سي الاستاذ حسين بوقده. كاين ثاني دكتوره اسمها المعاشي اللي مختصه في الهندسه المعماريه البيومناخيه واللي هي لا سبيسياليتي تاعي اللي دايره لا سبيسياليتي سي لا بيوكليماتيك لاشيتكتور فيرت ديورابل اكسيتيرا. كاين دكتور احريز عاطف اللي راه في جامعه كان في جامعه بسكره. هذو كامل دكاتره كفاءات عاليه. كاين دكتوره البروفيسوره ولا دوكا بروفيسوره باسكو كنت انا في بليده كان دكتوره سي البروفيسوره فوفا اللي كانت ديريكتريست على انستيتيو دارشيتكتور متخصصه في الباتريمون. دونك كاين كفاءات. هذو الكفاءات كنا نعطوهم قيمتهم الحقيقيه ونزيدو نشركو معاهم لي بيرو ديتود اللي راهم فاتحين دوكا ونعطوهم القيمه تاعهم الحقيقيه. اون فاكري ان جروب تاع نار سي جو بودير. انا اعتقد حتى هذه المشكله اشكاليه المعمار في الجزائر يمكن ان يساهم فيها حتى علماء الاجتماع. بيان سور راني جايك ليها هذه طبعا. بيان سور باسكو كي تجي تشوف الهندسه المعماريه ماهيش احنا في لا ديفينيسيون تاع لاشيتكتور نقولوا سي ان ار و اون سيونس مي فو با اوبليي بلي لاشيتكتور سي اون فيلوزوفي سي لونفيرونمون سي لا سوسيولوجي سي ليكونومي سي لينيرجي. ابن خلدون احسن مثال اللي يجمع بين الهندسه وبين الاجتماع. اكزاكتومون. نعطيك مثال دوك انت لي كونستركسيون تاع 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 الالمان ما تجيبش تجيبهم لي كونستركسيون تاع الجزائر العقليه تاع الامريكان. بورتون بنينه بنايه المانيا في الجزائر في الثمانينات. ايه لي سيستيم غرو بون كنا نسموهم لي سيستيم غرو. اكزاكتومون. مي كيفاش نقول لك دونك كل مجتمع عنده الخصوصيه تاعو. كل مجتمع عنده طبيعه العيش تاعو. دونك اذا ما ديناش هذو لي 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 برينسيپ بون سي با دي برينسيپ سي اساسيات ما نجموش نكرييو لا في اللي نجم يعيش فيها الانسان. نعطيك مثال الجزائري اسكو يقدر يعيش في اف 3 دو جو سي با كوا دو 64 متر كاري ولا سي 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 جور لو ستريس تاع الخدمه بعد تزيد تروح لو ستريس تاع الدار ميتيت ميزون. دونك حنا الجزائري متعود على وسط الدار متعود على برا كاين دي زيسباس وين يريح مع صحابو وين. دونك حنا الجزائري وين ولا يروح يروح القهوه. هل ممكن مثلا اون بو روكري اون بو روكري دونك راني في حضره مهندس مثلا اكزومبل نموذج تاع دار تاع قصبه بيان سور بصحين لكن في ان ابارتمون بيان سور كومون بيان سور. هذا السؤال اللي طرحته لي دوكا. دونك تكلمت فيه مع بعض الدكاتره خارج صفحه المعماري باش الواحد ما تكلمناش فيه. بون كانت كاينه اون ايدي كونسيرنون لا قصبه وين on essayait de faire la revivification de la Casbah. Oui. Kifash ndirou la revivification de la Casbah. C'était une idée, genre qadr tkoun juste qadr tkoun fausse parce que l'idée c'est une philosophie mais tu ne sais pas est-ce que راح تنجح ولا ماش راح تنجح. Mais كنت تدي مثال تاع la ville تاع شفشاون في المغرب. Ou c'est pratiquement le même type تاع la Casbah شفشاون. Donc هنايا في الجزائر. علاش حنا في الجزائر اون يوتيليز با لا كاسبا بور اون سورس دو توريزم؟ علاش ما اون يوتيليز با لي ميزون دو لا كاسبا بريفير الريابيليتاسيون تاعها وندخلوا عليهم دي نوفيل تكنولوجي باغ اكزومبل في كوتي انرجي في الالكتريسيتي تبدا اوتو برودكسيون دي انرجي تاع لا كاسبا وحدها افيك دي بانو سولير افيك دي نوفيل تكنيك اللي كنا نهضروا عليهم على بالي ما نكملوش الحصه في لي تريتمون دو ديشي. ثاني على بالنا كاين ان كرون بروبليم تاع التريتمون دو ديشي في القصبه. Donc on essaye de créer un certain type de traitement de déchets pour la Casbah où il coule souterrain. Donc avec des pompes où il y a aspiré chaque logement il va y avoir un aspirateur il sort souterrain un point de rejet où il l'ouvrier تاع النظافه يجي ويرفدوا من هذاك لو كوتي باش premièrement le côté تاع les déchets نتنوا منه. يعني في حلول تكنولوجيه لكل المشاكل الموضوعيه اللي قادر يصادفها المواطن في مسكن كيما. exactement. نعطيك مثال انا تخصص تاعي architecture بيوكليماتيك. architecture بيوكليماتيك سي كوا سي architecture verte سي architecture écologique. donc ça veut dire architecture écologique c'est de créer des maisons à basse consommation ou là c'est des constructions les fihom zéro consommation d'énergie. Quand on dit zéro consommation d'énergie ça veut dire côté électricité ça se produit avec des panneaux photovoltaïques côté l'eau chaude ça se crée avec des panneaux solaires
كوتي تاع لاروزاج تاع لي جاردان ولي زو يوزي بون سي با لي زو يوزي لي زو كون يوتيليز دون لي سانيتير اون va faire une certaine technique de récupération des eaux pluviales تاع تشتا تاع ربي يا كلمه تاع ربي on va créer des bassins d'eau au-dessous de chaque immeuble وين il va faire la récupération des eaux pluviales هذوك لي زو utilisons pour l'arrosage pour les sanitaires تاعو et en plus de ça c'est l'architecture qui se focalise beaucoup plus sur les matériaux ou le gaz kifash le gaz c'est une autre chose le gaz c'est gaz donc ça reste voilà ça reste le gaz mais il y a d'autres techniques mais le haqla lihom doka c'est que quand il y a les plaques chauffantes mais cache le gaz bien sûr donc on dit que l'eau chaude on utilise des panneaux photo des panneaux solaires donc le ma yjous le panneau il سخن les rayons solaires ou il يجوز يدخل للدار سخون donc لكن سيد رضوان بن مبارك le coût En parlant de coûts. Justement, voilà. Est-ce qu'il y a une naqas ou la... Là, en parlant de coûts. Très bien. Là, qui nous sommes à les nouvelles technologies, c'est sûr que le logement il va être coûteux par rapport aux logements qu'il y a. Mais la suite, elle est très intéressante. Oui. C'est que nous, les constructions, nous avons dit le bilan énergétique. Le natik mithal تلقى un logement de type F3, mithal, il consomme 50 000 mégawatts في العام. مثال دونك كي تيتيليزي هذا لو سيستيم لا نوفيل تكنولوجي اللي كنا نهضر عليها لا كونسوماسيون تاعك تلقاها 10000 15000 دونك لو كو سي ا لون تيرم باغ اكزومبل لوجمون اللي بنيتو ا 10 مليون دو دينار الجزائريان والاخر بنيتو ا 15 مليون دو دينار الجزائريان ومن بعد اترافير لو طون تلقى باللي لوجمون دو 10 مليون راح يستقام لك اكثر لي فاكتوراسيون تاعك البنايه تكون غاليه مقارنه بالبناء العادي اللي ويتبنى اليوم لكن على المدى البعيد بيان سور سا كوت موا بيان سور وكي نهضروا على الانرجي نهضروا على حاجه واحده اخرى سي كو ميم الطبيعه اون فا ريسبكتي لا ناتور بيان سور اسكو دي بروموسيون ايموبيليير كي فون سا يعني دي زيموبل دي باتيمون بيو هنا في الجزائر مازال كلماتك اوكي لا في الجزائر مازال بارتو بون ميم في الموند اونتي راهي ريسبكتي بون يوتيليزي ماشي ريسبكتي براتيكمون 60% في الموند مازال ماشي كامل الدول دارتها مي لي البلدان اللي يوتيليزات هذه لا نوفيل تكنولوجي تروح تشوف كيفاش رجعت البيئه عندهم نقص نسبه التلوث نقص بليزيور تروك اللي حنا رانا نعانيو منها اون سو مومون دونك حنا في الجزائر مازال ما لحقناش لهذه تاع لي لوجمون ذا جرين بيلدينغز دونك سي تري امبورطون نتمنوا نلحقوا ليها كاين ظاهره جميله اللي نشوفها اليوم المراقبين العقاريين مثلا ولاو يديروا اشياء جميله يعني ما ولاوش يبنوا كيما في وقت من الاوقات تاع اني مبل هات برك يمد الفاتح لكن اليوم نشوفوا انه فيه نوع من الاحترام للجانب الجمالي وحتى لو ندخلوهم داخل كاين هندسه جميله يعني انت في رايك علاش هذا التحول لدى المراقبين العقاريين وساكوت با بوكو بارابور ان ابارتمون في باب الزوار ولا ابارتمون في ان كان دونك رانا نهضروا على نفس البيدجي مي حاجه شابه شويه دونك انت كيفاش تفسر كمهندس هذا التطور وهذا التحول لدى المراقبين العقاريين داكور concernant les promotions immobilières en faisant une petite comparaison avec les logements liés à Nadoka qui m'a fait le mobile ou à concernant la crise de logement les raïkain à Dzaïr donc même concernant les marchés les raïkain les logements qui par exemple Bouinan le Sidi Abdallah à Dzaïr et l'akhiré donc les cahiers de charges ou les marchés sont beaucoup plus adéquats le budget algérien واش عندنا كوم دراهم هنايا في الجزائر دونك حنا ما نجموش نقولوا بلي هذوك لي كونستركسيون اللي راهم يبنيوهم سون دي كونستركسيون اور نورم ولا ما فيهمش الجماليات الى اخره لكن لازم نعرفوا بلي كي نكونوا في دون اون كريز اون بو با بيردر بوكو دارجون على دي كونستركسيون اوت ستاندينغ او كونترير لازم نلقاو حل لازمه السكن ازمه اجتماعيه لانه لا ترونش اللي راهي متوشيه بالازمه سي لا ترونش تاع الناس اللي الدخل المتوسط ماشي الدخل العالي صح دونك الدخل المتوسط انت ماكش راح دلو اون كونستركسيون اوت ستاندينغ ومن بعد ما يجيش يخلصها لازم تدي اون كونسيديراسيون لو سالير تاعو شحال ينجم يخلص في الشهر طبعا شحال القدره تاعو كي يشري هذيك الدار اسكو ينجم يعيش موراها ما ينجمش يعيش دونك سي هادو كامل سي 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 دي تروك اللي يدوهم اون كونسيديراسيون في لا كرياسيون تاع لي كاي تشارج بار كونتر في لا بروموسيون موبيليير لا بروموسيون موبيليير سي اون اوتر شوز سي لو بروبريتير اللي بنى لا بروموسيون هو لو ماتر دوفراج
ماهوش ديجا هذوك لي لوجمون ماهوش ديستيني اون سارتان ترونش دو في لا سوسيتي في الكرون بوبليك فوالا دونك انت باش الكرون بوبليك ماكش راح تدير له اوت ستاندينغ اوتوماتيكمون انت كي تدخل في لا فورشيه تاع اوت ستاندينغ راك راح توشي لا كاتيجوري اللي ما نقولوش عايشين لاباس بهم مي عندهم ينجم يشري لوجمون اوت ستاندينغ دونك اوتوماتيكمون يتبدل الماتيريو يتبدل التيب دو فاساد يتبدل التيب دو بانتور يتبدل التيب دو سول يتبدل ميم لي سيرفاس يتبدلوا كاين منافسه بين المنقي العقاري كاين منافسه يديروا بنايات اجمل وبنايات احسن بيان سور بيان سور هي المنافسه هي اللي راح تكري لك اون ديفيرسيتي في الكوتي تاع الشركه يعني اون اي بلو دون لا فاسيليتي في لي بروموسيون ايموبيليير بيان سور بيان سور مي فو موسيوني ان بوان تري امبورطون سي كو ميم هادو لي بروموسيون ايموبيليير فو ريسبكتيو لي ريغل ولي نورم تاع الاوربانيزم لي فاساد اوربان ولي زون كونستركتيبل انكونستركتيبل وين لازم تبني وين لازم تبني 5 ايطاج وين لازم تبني 10 ايطاج دونك هادو سي دي تروك لازم يريسبكتيوهم ثاني جوستومون رضوان انا حبيت نسقسيك حول التوسع العمراني في المدن تاعنا هل كاين منطق معين لما يجب ان يكون عليه التوسع العمراني في الجزائر هل مثلا لانه نعرف مثلا المدينه الجزائريه ولا مدينه الجزائريه انها اعتقد بان تستلهم العمارة تاعها من البعد الإسلامي صحيح. وعندنا أيضا بعد اجتماعي ودائما ما المدن تاعنا تنطلق من المسجد مثلا صحيح. وحول المسجد عندنا سوق السوق وبعدك عندك باقي البنايات فاليوم في 2020 في الوقت هذا ما هو المنطق المتواجد في التوسع العمراني في المدن تاعنا وفي البلديات تاعنا هي باش نتحدثوا على منطق عمراني في الجزائر لحد الساعه مازال ما لحقناش باش نتحدثوا على منطق عمراني 100% هنا في الجزائر ما هضرنا او ديبو بلي لا فاصون اللي راهم يصرا فيهم ليكستنسيون تاع لي فيل سي اون اكستنسيون بور ريغلي كالكو كريز داكور دونك انت باش تريغلي لا كريز دونك لازم اوتوماتيكمون تنيجليجي كالكو بوين تري امبورطون في لا فيل تنيجليجي كالكو بوين تري امبورطون باغ اكزومبل في لي اسباس بوبليك في لي اسباس فير الى اخره دونك مي بالك في المستقبل في المستقبل القريب بالك راح يكونوا دي نوفيل فيل وين بالك راح يشاركوا فيها دي دكتور سبيسياليزي اون اوربانيزم باسكو انا مانيش سبيسياليست اون اوربانيزم عندي باك جراوند اون اوربانيزم مانيش سبيسياليست اون اوربانيزم انا سبيسياليست في الاركتيكتور بيوكليماتيك دونك كاين كفاءات اللي في العمران مختصين في العمران اللي يقدموا حلول احسن مني واكثر مني كيما عطيت لك مثال دكتور معزوز ودكتور علقمه سي دي جون كي تهضر معاه يتنفس عمران يتحدث عمران قاري علم اجتماع بالمقلوب عنده تصورات كبيره وعاليه سي بور سا قلت لك لازم نيتيليزيو هذو الكفاءات اللي عندنا ما خلوهاش تروح هكذاك من اجل وضع تصورات بيان سور رضوان انت في الصفحه تاعك مثلا عملت لايفات دي لايف مع مختصين في المعمار مع مهندسين كبار مع دي بروفيسور كبار يعني هل لي لايف اللي تعملهم موجهين لو غران بوبليك ولا موجهين فقط للمختصين وبيناتكم باش تتبادلوا المعلومات لانه لو لونغاج شفتو لي تري تكنيك دونك اسكو واحد اللي ما يعرفش العمران يلقى اون ماتير اللي تهمو ولا لا موجهه لكم فقط داكور داكور اول نشكرك على السؤال باسكو جاني بزاف الصبحه وزدت نتايا بارك الله فيك الوغ توضيح على هذا السؤال concernant la page تاع المعماري كريناها pour le grand public c'était pas spécialement pour les gens تاع اللي عندهم متخصصين في ميدان الهندسه المعماريه ولا الهندسه المدنيه ولا طرافو بوبليك جيوتكنيك الى اخره حنا on essaye de toucher le grand public c'est pour ça قلت لك في لا باج j'ai fait le slogan تاع العماره بالدرجه الجزائريه دونك كنت ندخل في le domaine technique à 100% على بالنا باللي كامل تعلمنا باللغه الفرنسيه ولا tu reçois des docteurs من الخارج اوتوماتيكمون تهضر معاهم باللغه الانجليزيه دونك انا الفكره سيتي بالدرجه الجزائريه باش نلحق ليدي لو غران لو ماكسيموم تاع الناس اللي تتبع نعم دونك حتى ولو شخص ما هو خارج من ميدان تاع الهندسه المعماريه ولا خارج من ميدان تاع الجيني سيفيل تكون عنده نظره شامله بطبيعه الحال مش راح يفهم ماسو يشاركوا في النقاشات بيان سور في النقاشات تلقى دي جون اللي خارج الميدان تاع الهندسه المعماريه بوزي لك دي كيسيون وتجاوبوا تفهموا فوالا واش كنا نهضروا هذا لو تيرم تكنيك وشنو هو هذا باغ اكزومبل لو دكتور كان يهضر على هذا الامر هل لا سينيفيكاسيون تاعو دونك كاين مشاركه من قبل لو غران بوبليك نعطيك مثال انا الصفحه فيها تقريبا 5000 متابع 5200 لحد الساعه مي في لي لايف تلقى نومبر دو فيو سي 15000 16000 10000 12000
دونك كاين شريحه كبيره راهي تشوفنا ما خاطيها المجال. وكاين اون اوتر كيسيون ثاني اللي بوزيها لي يقول لك انت كراك داير المعماري دونك راك تهضر غير الكوتي تاع اركيتكتور. هي نو لا باج سي با كوتي جوست اركيتكتور سي سي انا مسميها العماره. العماره الناس تقول لك العماره تفهم باللي عماره باتيمون مي مي سكي فيان ديريير سي بور سا قلت لك الاركيتكت شي شويه ام تي بو ان فيلوزوف. دونك العماره واش فيها قبل ما دير عماره دونك لي زانترفونون شكون سي الاركيتكت بيان سور سي لو انجينيور اون جيني سيفيل سي لي انجينيور اون جيوتكنيك سي لي انجينيور اون الكتريسيتي سي لي انجينيور اون شوفاج اون بليس دو سا سي لي زوربانيست. دونك كنقول العماره ما نساوهاش فوالا البناء ثاني تي فوا. دونك باش جبت هذا لو تيرم تاع العماره دونك جي في كيما نقولوا بتيت ريشيرش واش هو لو تيرم لي كي انغلوب لا توتاليتي. دونك تروح تولي تلقى العماره. العماره سي 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 ان اليمون دو لا فيل سا دو ان دونك داخل في الاوربانيزم. باش تلحق العماره لازم لك طرقات لازم لك لوجيستيك سي اون بو دير لا موبيليتي. اعتقد بانه في المصطلحات تاعنا اليوم نستعملوا باش نوصفوا ان باتيمون نقولوا عماره واعتقد بان اللغوي هذا خاطئ لانه صح. الكلمة عمارة تدل على العمران وتدل على حاجة واسعة كبيرة حاجة كبيرة بزاف دونك غلطة ما لازمش نسمو باطيمات نسمو بناية بناية بكل بساطة بناية اللي فيها شقق. دونك حكينا على التوسع حكينا على اللمس الجزائري حكينا على لي لايف ديالهم في الصفحة تاع المعماري. قل لي حبيت سؤال أخير ومدى بيا توضح لي فيه اليوم انت كمهندس هل تفضل انه نروح الى نماذج عصريه في المعمار في المدن تاعنا والمدن الجديده اللي بالك ممكن تتخلق ولا نعود نولوا تقريبا للنموذج الاسلامي لانه يعني حضوره واضح جدا في اللمسه الجزائريه. يعني انت بين هذه واش تفضل انت شخصيا؟ انا شخصيا طحت لي في البوان لو بلوز امبورطون لي جيست ديرنييرمون اللي درت عليه لو ستيل موراسك اوسي اللي خلاه الاستعمار الفرنسي دونك لي تري بو وست ميلونج بين الثقافه الجزائريه والثقافه الاوروبيه. دونك الجزائر يعني مهد الحضارات يعني تقريبا ستيل ارابو موراسك اكزاكتومون. دونك داير لو كاين الجوهره تاع لا غروند بوست سي خلاصه تاع هذا الالتقاء الحضارات. دونك انت كيفاش وين التفضيل تاعك؟ صحيح دوك بالك نسي نديفلوبي في لا ريبونس نكبر فيها شويه يزيد فضلك. الوغ شخصيا انا دانييرمون بوزيت هذه لا كيستيون في اون بتيت فيديو لونسيتها في الصفحه وين قلت اسكو المزج ما بين التكنولوجيا العصريه والهندسه المعماريه راح تحل مشاكل العماره والعمران والمشاكل الاجتماعيه في بلدان العالم ولا اسكو لازم نرجعوا للمدن القديمه ونسيو نديروا لهم ريفيفيكاسيون نسيو نكريو دي فيل من دي باز هيستوريك. دونك انا شخصيا كي نهضر لو بوين دو في تاعي انا ضد مزج التكنولوجيا المتقدمه كثيرا مع ميدان الهندسه المعماريه. علاش كي نقولوا مزج التكنولوجيا المتطوره حنا دوكا في الدومين تاع الالكترونيك دومين الكتريك دومين انترنت اكسيتيرا الناس تقدمت وهربت. دونك يجي واحد الوقت وين هذه التكنولوجيا تبدا هي تتحكم في الانسان. صح دونك دو مومون كو التكنولوجيا هذه بدات تتحكم في الانسان دونك الانسان ما بداش يعيش حياته كما حب هو. لو نتحدثوا على طبيعه الانسان ندخلوا شويه في علم الاجتماع. الانسان منين جا؟ جا من طبيعه. تركيبته سي تراب. دونك دائما تلقى الانسان وين يحس روحه الاز يحس روحه الاز في لي كونستركسيون اللي مبنيين بالتراب مبنيين قدم. تروح نعطيك مثال تروح اون فيلا اوت ستاندينغ تحس روحك فيها ماكش اليز. تروح بتيت ميزون مبنيه بالحجره وكفهمني صوالح هيستوريك وتحس روحك اليز. دونك هنا ندخلوا في واحد الجانب شويه نقدر نسموه الروحانيات. دونك الانسان وين يحس روحه اليز دونك كاين اون انرجي في لو كور تاع الانسان ديما ريلي لا ناتور. دونك انا بيرسونيلمون جو بريفير نبقاو ديما في لا ناتور اون ايساي دو ديفولوي افيك لا ناتور نعيشو في لا ناتور اون كري اون فا كري دي فيل او ميليو دو لا ناتور وين اون فا با ابيمي لا ناتور او كونترير اون فا يوتيليزي لا ناتور بور كري لو كونفور تاعنا. وهذا سبب اختيارك الاختصاص اللي تعمل فيها لاركيتكتور بيو كليماتيك. رضوان بن مبارك يعطيك الصحه على حضورك خويا يعطيك الصحه. شكرا لانه استفدت بزاف منك. انا ماذا بيا لو كان تعمل اون بتيت بروموسيون ثاني لاباج تاع المعماري اللي راني نتبع فيها وراني نشوف وعندي بزاف اصدقاء سي ديزاركيتكت اللي راهم فيها
et donc شفتهم ان في لي زابوني قلت بون تيان سي سي فريمون انتريسون دونك رضوان مبارك تفضل تحب دير لي بروموسيون ماذا بيا الور اولا شرف كبير لي انه انت يونس راك تبع الصفحه وكاين اصدقاء تاعك راهم يتبعوا الصفحه الله يحفظك دوزيامو لا باج تاع المعماري هذه جو كونت نكبرها شويه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كاين دي زيدي راهم جايين ابري اون بو با تو دير بالك مي كاين افكار وان شاء الله افكار كاين افكار ان شاء الله تتجسد نقول لهم باللي مازالوا كاين حاجات جديده بزاف في الصفحه تاع المعماري دايور راح ندلك عفسه هكذا جديده أيوة. عندك هنايا دونك دي سي كالكو جور ان شاء الله راح يكونوا معنا دي بروفيسور خارج الجزائر وكاين واحد مصري داخل في المنظمه العالميه للهندسه المعماريه وراح يتحدث على المدينه والعمران في الدين الاسلامي وبعد اسابيع موراها راح يكون معنا بروفيسور اخر من السعوديه عايش في المدينه المنوره وراح نتحدثوا على السكنات الفرديه كيفاش كومون رياليزي هادو لي ميزون ا موان دو كو دونك سي دي سوجي تري امبورطون مازالو كاينين دوتر سوجي دوتر بروفيسور معنا ثاني من الجزائر ونقول لهم جو لونس ان لابيل باسكو على بالي بالك يكونوا يسمعوا فينا الصفحه تاع المعماري خدمت لكل الدكاتره الجزائريين اللي حابين يشاركوا اللي حاب يشارك مرحبا به المجال مفتوح اللي عنده فكره اللي نجم يمد ان بلوس الهندسه المعماريه يتصل بالصفحه يتصل بيا كاين الرقم كاين وين يحب يتصل الور المجال مفتوح للجميع اللي عنده افكار مرحبا به كاين اوتر شوز ثاني درتها في الصفحه وللاسف ما نجحتش بون جو با دير ما نجحتش مي ما كانش عندها صدى ما خدتش التجاوب اللي كنت حابب ما خدتش التجاوب ورغم انه كنت جالي فير لا بروموسيون لي بتيت زونتربريز اللي تكرياو في الدومين تاع الاركيتكتور نعيط لهم اون في دي لايف وين يلفون فير لا بروموسيون تاعهم بالك يلقاو دي كونتاكت بور فير دي مارشي يبداو يخدموا اكسيتيرا الور جي في باسي دو جون ومن بعد ما كاش دي كونتاكت باسكو كاين بزاف لي كونتاكتين يقول لي فوالا ما لقيناش خدمه راهي ناقصه بيريودا منا الور جي ديسيدي قلت معليش سي اون بوبليسيتي غراتويت للناس اللي حب يبين رواح مرحبا المجال مفتوح للجميع الور الصفحه هذه ان شاء الله مازال عندها افاق كبيره وكما دائما نقول احنا نبدلوها ما كاش اللي يبدلها كي نقولوا احنا نبدلوها كاين ناس دخلوها شويه في لا بوليتيك قلت لهم نو انا احنا نبدلوها راني نهضر كوتي عماره ما نهضرش على كوتي بوليتيك وكاين اللي قال لك انت راك تحلم بزاف وراك حلمك كبير حلم مشروع هذه حاجه الاولى ثانيا انا انطلقت من مبدا انه اذا حبينا نبدلو لازم شكون يبدا لازم واحد يبدا يدير خطوه نعطيك مثال ان بوس دونك نبقاو دايرين قدامه دائما ديماري 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 ما كاش شوفير شكون اللي ديماري لازم واحد يقدم اكزاكتومون او موا يشعل الموتور امام اذا ماشي سوق يشعل الموتور اكزاكتومون دونك سي سا لو برينسيپ بالك صفحه المعماري راح تشعل الموتور ومن بعد يكونوا موراها مبادرات جديده ان شاء الله باذن الله كما يقولوا مسيره الالف ميل تبدا بخطوه اولى وخطوه واحده فشكرا جزيلا لك رضوان بن مبارك ان شاء الله تكون من بين الناس راح يعملوا الخطوه الاولى ان شاء الله في مسيره الالف ميل هذا في مسيره التغيير وفي مسيره في مسيره العطاء تجاه هذا الوطن اللي يحتاج كل أبنائه يحتاج خاصة الكفاءات اللي تخرجوا من الجامعات الجزائرية واللي قادرين يمدوا أكثر وأكبر في السنوات المقبلة يعطيك الصحة رضوان بن مبارك مدير صفحة المعماري أنتم اللي راكم تسمعوا فينا ولا تشوفوا فينا تلقاو الفيديو في الصفحة تاعنا تاع اليوتيوب تلقاو مملو تاك تاع الصفحة تاع المعماري في الصفحة تاع الفيسبوك ولا في الصفحة تاع اليوتيوب منا الحصة واحدة أخرى نقول لكم تبقوا على خير